أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة سهيل الفضائية، والتي أبتدئها كالمعتاد بأبرز العناوين. مهاتير محمد في صنعاء لتقديم استشارات للنهوض باقتصاد اليمن. أبين اللجان الشعبية تحبط عملية انتحارية لأنصار الشريعة. حملة إغاثية في حجة والحديدة تغرق في بحر من الظلام. مرحبا بكم. استقبل الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم مهندس النهضة الماليزية الدكتور محمد، وأشاد رئيس الجمهورية بنجاحات مهاتير محمد التي أسهمت في نقل دولة ماليزيا إلى مصاف الدول المتقدمة صناعيا وتجاريا، معبرا عن سعادته بوجود مهاتير محمد في اليمن. إلى ذلك عقد الدكتور مهاتير محمد والدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي مؤتمرا صحفيا في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء. وقال الدكتور مهاتير محمد أن اليمن تخطو خطوات جيدة من أجل التنمية، مؤكدا أن التعليم هو أساس النهضة والتقدم، مضيفا بأنه يجب على الجميع العمل من أجل بناء اليمن بعيدا عن كيل الاتهامات، على طاولة الحوار للخروج بحلول جذرية، موضحا أن الاهتمام بالإنسان هو أساس النهضة والتقدم. Firstly, I would like to say to thank the government of Yemen. بالطبع أشكر سعادة الوزير على الترحيب والمياه، وأشكر أيضا حكومة الجمهورية اليمنية بهذه الاستضافة الكريمة. وفي الحقيقة وجودي هنا في اليمن هو بعد اتصال تم بيني وبين محمد سالم باشندوا لقبولك مستشار اقتصادي للجمهورية اليمنية، وأنا بطبيعة الحال أرحب بهذا العرض، وبالتالي سأذكر هذا الموضوع وأذكر في أقرب فرصة أن أستطيع أن أقوم بهذا الدور إن شاء الله في المستقبل القريب. بالطبع كما تعلمون أننا في ماليزيا نهتم بكل تطور الذي حاصل في برعاية معالي وزير التعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول، أقامت الجمعية الاجتماعية للتنمية اليوم فعالية تدشين برنامج قدرات، وهو برنامج تأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، وبتمويل من مؤسسة البادية الخيرية بمحافظة حضرموت، والتي تهدف إلى تهيئة الشباب قبل التحاقهم بسوق العمل. طبعاً الجمعية الاجتماعية للتنمية جمعية شبابية طوعية خيرية تعليمية تهتم بشريحة الشباب والطلاب عبر تنفيذ عدد من البرامج التعليمية والتنموية، وقد أسهمت خلال الفترة الماضية وقامت بالعديد من البرامج في مجال مثل الحاسوب والبرامج التنمية البشرية والبرامج المهارية والذاتية. الجمعية تهدف من خلال برامجها إلى التخفيف من البطالة بين شريحة الشباب، خصوصاً شريحة الشباب الخريجين العاطلين عن العمل. إلى ذلك أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق يحيى الأشول على الشراكة المطلوبة بين الجمعيات الخيرية والخاصة والحكومية، وخلق تعاون يفضي إلى رفع مستوى قدرات الشباب وتحقيق التغيير الحقيقي الذي يأمله المجتمع من شريحة الشباب. الأدوار متكاملة، فالجمعيات فمنظمات المجتمع المدني وكذلك الجهد الرسمي تكاد تكون أدواره متكاملة ومتعاونة، فيجب على المنظمات المجتمع المدني أن يعني تستلهم أدوارها وأن تسعى بكل اقتدار من خلال برامجها المتعددة إلى أن تكسب الشباب والشاب البرامج المختلفة، سواء المتعلق منها بالمهارات والقدرات أو المتعلق منها بإحداث الوعي المجتمعي الذي يساعد الشباب على ريادة التغيير، يساعد الشباب على استكمال التغيير حتى نبني يمنا جديدا، حتى نوجد يمنا آمنا مستقرا ينعم بالخير والاستقرار والعطاء.
وإلى محافظة أبين، حيث أحبطت اللجان الشعبية في المحافظة اليوم الخميس عملية انتحارية عندما حاول انتحاري تجاوز نقطة الحزن في مديرية لودر بعبوة متفجرات كانت على سيارته. وقالت مصادر محلية أن مسلحا يشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة رفض التوقف عند نقطة الحزن، ما اضطر مسلحي اللجان الشعبية المرابطين في النقطة إلى إطلاق النار عليه، وتبادل معه النار ما أدى إلى إصابة الانتحاري واثنين آخرين من مسلحي اللجان الشعبية. وأضافت المصادر أن أفراد اللجان الشعبية تمكنوا من القبض على الانتحاري بعد إصابته، ليتبين أنه كان يحمل حماما ناسفا وعبوات شديدة الانفجار على متن سيارته. وقريبا من هذا الأمر دعا القاضي هتار وزير الأوقاف والإرشاد السابق وعضو مجمع البحوث بالأزهر الشريف، دعا جماعة أنصار الشريعة إلى نبذ العنف وإلقاء السلاح وإيقاف الحرب في أبين وشبوة وإيقاف العمليات الانتحارية التي تستهدف المدنيين والمعاهدين والمستأمنين والمدنيين عموما. وأشار إلى أن حربها ضد القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وكذلك العمليات الانتحارية ليست من أعمال الجهاد في سبيل الله، بل خروج مسلح ضد سلطة الشريعة وهي محرمة في الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة. صادر صحفية أن أزمة برزت داخل المؤتمر الشعبي العام بعد توسع الخلافات بين قياداته، حيث تطالب قيادات الحزب بإعادته إزاحة المخلوع من رئاسة الحزب وانتخاب رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي رئيسا للحزب والدكتور الأرياني أمينا عاما. قالت مصادر إعلامية أن تعهدا قطعته قيادات في ثورة 25 يناير المصرية بملاحقة العميد قيران وتسليمه إلى البوليس الدولي الأنتربول بعد اطلاعهم على ملفي محرقة تعز وقضية الشهيد الدرويش في عدن. ونقل موقع يمن بريس الإلكتروني عن مصدر في قيادة الثورة المصرية أن أولياء دم الشهيد الدرويش قدموا في وقت سابق طلبا للمدعي العام المصري ومنظمة العفو الدولية والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان الأنتربول الدولي طلبا بتوجيه السلطات المصرية بالقبض على قيران ومحاكمته. بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية أقامت مؤسسة اليمن للثقافة والتنمية السياسية اليوم بصنعاء حفلا تكريميا للمناضل اللواء عبد الله علي الضبي. الحفل ألقيت فيه عدد من الكلمات الخطابية تناولت جانبا من مناقب المحتفى به وأدواره الوطنية، كما تم في نهاية الحفل تسليم درع المؤسسة مؤسسة اليمن للثقافة والتنمية السياسية للمحتفى به المناضل عبد الله الضبي، تقديرا وعرفانا لدوره البارز في خدمة الوطن خلال مسيرة عمله التي امتدت عدة عقود من الزمن تقلد خلالها العديد من المناصب الوزارية والدبلوماسية. إنك فعلا رجل صمد وصابر وعاش في عصور كانت مظلمة وكنت شمعة فيها، ثم انتقلت إلى ساحة الثورة فكنت فارسا مناضلا عنودا وصابرا ووطنيا لا تميل عن أهداف الثورة السبتمبرية المجيدة. أشعر بسعادة بالغة لأن أكون من بين تلك الكوكبة من الشخصيات التي التفت إليها المؤسسة لتكرمها بإقامة هذا الحفل الرائع. لكم مني كل الشكر والتقدير للحضور والكلمة.
أيضا في صنعاء اختتمت اليوم فعاليات ورشة التمكين السياسي للمرأة التي أقامتها المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع، والتي شارك فيها 40 ناشطة مجتمعية من مختلف محافظات الجمهورية، واستمرت 3 أيام. قدمت فيها العديد من أوراق العمل تضمنت مشاركة المرأة في الانتخابات وصنع القرار وفي الأعمال التنفيذية والسلطة القضائية والحراك المدني، وبيان المعوقات القانونية والاجتماعية والثقافية لمشاركة المرأة في العملية السياسية، وذلك بهدف الخروج بإعلان مبادئ لتعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي وتكوين مجموعة مناصرة تعمل على الدفع المطلوبة في بعض مواد القوانين والتشريعات المتعلقة بالمشاركة السياسية الفاعلة للمرأة. هناك العديد من الأولويات للنساء، سواء كانت هذه الأولويات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو تشريعية. كون مشاركة النساء وتمكينهن هي من المؤسسات الحقيقية لكي نقول أن هناك نموا اجتماعيا أو أن هناك ديمقراطية حقيقية. طبعا نحن نتحدث عن مشاركة سياسية للمرأة اليمنية بشكل عام، نحن لا نقصي أو لا نظهر أو لا نقصد بالمشاركة مشاركة لفئات معينة من النساء أو لمجموعة معينة من النساء، هذا يعني أن مشاركتها في على مستوى المحافظة الجمهورية بشكل عام وكافة المجالات. وقد أثبتت المرأة جدارة في ذلك في هذه الفعالية وفي هذه في مشوار الحياة، وخاصة في بعد الثورة التي حصلت في اليمن تغيرت وجهة نظر أو الكثيرين سواء أن المرأة أو الرجل بأهمية مشاركة المرأة وانخراطها في العمل السياسي ووصولها إلى مراكز صنع القرار. إلى محافظة حجة، حيث دشنت جمعية العطاء التنموية الخيرية بالمحافظة حملة الإغاثة للنازحين والمتضررين من الحرب في مديريتي كشر ومستبة بتمويل من الندوة العالمية للشباب الإسلامي. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. بتمويل كريم من الندوة العالمية للشباب الإسلامي، دشنت جمعية العطاء التنموية الخيرية بمحافظة حجة حملة إغاثة النازحين والمتضررين من أحداث الحرب على مديريتي كشر ومستبى، بحضور وكيل المحافظة الشيخ حميد العبيدي وقيادة السلطة المحلية بمديرية خيران وعدد من مسؤولي الجمعية الخيرية والمنظمات الإنسانية. نحن سعداء جدا يومنا هذا بتدشين الحملة الخيرية المقدمة من الجمعية الخيرية لتنمية العطاء والممولة من الندوة العالمية للشباب. هذا شيء طيب، ونقوم بحملة التدشين هذه لعدد 5000 حالة بتمويل من الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الذي شكر الجزيل لهم في تمويل هذه الحملة وإغاثة النازحين والمتضررين من الأحداث في مديريتي كشر ومستبى. آلاف الأسر نزحت إلى هذا المكان المسمى بوادي العريض منطقة الخميسين منذ أكثر من 6 أشهر، فرارا بأنفسهم من قذائف الحوثيين، عبروا عن انطباعاتهم ومطالبهم بصور متفاوتة تكشف عن عمق المعاناة التي يتجرعونها يوما بعد يوم. لا أربع شهور والله ما هبولنا إلا ثلاث أيام، لا بطانية لا فراش ولا كبير الله ولا اليوم حسب قطمة رز ولا مشكلة لكم. اليوم هبولنا قطمة رز قطمة سكر. أي نشكر جمعية العطاء على مقدمة هذه للنازحين ومساعدة للنازحين أجمعين، نشكرها على هذه الإغاثة. وقد إحنا النازحين نعاني من الجوع ونعاني من نقص المياه ونقص التغذية. الجهد الذي تبذله الجمعية الخيرية في المنطقة وعلى رأسها جمعية العطاء، إلا أن معاناة النازحين وحرمانهم وبؤسهم يفوق الجهد أضعافا مضاعفة، ما يفرض على الجمعية الخيرية والمنظمات الدولية بذل مزيد من العطاء من أجل الإسهام في التخفيف من معاناة آلاف النازحين وعودتهم إلى منازلهم. يوم إغاثي شهده هؤلاء في وادي العريض منطقة الخميسين، ويتطلعون إلى المزيد من خلال الجمعية الخيرية والمنظمات الإنسانية. عبد الحميد الأشول لقناة سهيل الفضائية محافظة حجة. ومن حجة إلى البيضاء، حيث نظم ثوار البيضاء اليوم مسيرة حاشدة جاء
عددا من شوارع المدينة تنديدا بالجريمة البشعة التي تعرض لها عضو المجلس التنظيمي بساحة أبناء الثوار أحمد الحميقاني وتعذيبه حتى الموت، كما نددت الجائري ضد الصحفي ماجد كاروت. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الجهات الأمنية بسرعة ملاحقة قتلة الحميقاني والقبض عليهم وكشفهم للرأي العام، تقديمهم للعدالة، كما طلبوا بالكشف عن مصير محمد رافع أحد شباب الثورة الذي اختفى مع الحميقاني ولا يزال مصيره مجهولا هذه اللحظة. إلى بحر الظلام الذي أغرق عروس البحر الأحمر، شهدت مدينة الحديدة يوم أمس الأربعاء مسيرتين طلب فيهما الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومة الوفاق سرعة استكمال هيكلة الجيش والمطالبة بإيقاف عملية الانطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي عن المحافظة الساحلية التي تشتد فيها درجات الحرارة في مثل هذه الفترة من العام. التفاصيل الأكثر لهذا الموضوع في سياق التقرير التالي. شهدت محافظة الحديدة أمس الأربعاء مسيرتين حاشدتين، الأولى كانت في المساء طالبت باستكمال هيكلة الجيش وإبعاد القيادات المتمردة التي لا تزال تخضع للمخلوع في سياسة تمزيق الجيش والأمن. لا تفاوض لا حوار حتى يتم إسقاط كل بقايا النظام وأفراد العائلة الجيش وتحرير الجيش. أما مسيرة الشموع الثوار شوارع المدينة الغارقة في الظلام مطالبين بحلول عاجلة لاستمرار انقطاع الكهرباء. لكن في الحديدة يعمل لنا حتى حقنا، وبالتالي هذا أثر في الأمراض على الأطفال وعلى حديث الولادة وعلى النساء اللاتي لا يستطيعن الخروج من البيوت. المواطنون الحاملون للشموع والفوانيس عبر استيائهم لبقاء محافظتهم غارقة في الظلام على امتداد العقود الماضية. احنا منذ 33 سنة منقطعين عن الكهرباء، تمام، وان الفانوس هذا من يوم ما عرف نفسي ونحن مستمرين على الفانوس هذا الصديق الذي لا ينطفئ. هنا كشف الثوار للمسؤولين في حكومة الوفاق الوطني معاناة سكان الحديدة جراء انقطاع التيار الكهربائي وما ينتج عنه من عذاب مضاعف لمحافظة غارقة في الحر والفقر والظلام. الكهرباء عندنا مقطوعة في كل مكان، متنا من الحماة، أطفالنا ماتوا أطفالنا، ندعو إلى كل من يقدر أن يصدع الكهرباء أن يغيظنا. المسؤولون في مؤسسة الكهرباء قالوا إنهم يتمنون من التحكم المركزي بصنعاء تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما. وكان اتفاق بين النقابة والتحكم الوطني على أساس أنه لا يتم الإطفاء على منطقة الحديدة من الساعة 11 ظهرا الرابع عصرا ومن الساعة 11 ليلا إلى الساعة 5، ولكن فوقينا عند نزولنا للحديدة أن التحكم الوطني لم يلتزم نهائيا. شخصيات اجتماعية في الحديدة قالت إن أي حلول للكهرباء ستسهم في إنهاء غضب المواطنين. ولا زالت المسيرات والمظاهرات وقطع الطرقات لإحراق الكفرات والتظاهرات عند انقطاع الكهرباء في الليل، يحصل قطع طرق وعمل شغب كبير، ونخشى أن تتفاقم هذه القضية
إذا لم يوجد لها حل إلى أنها تصل إلى استياء عام. يتطلع المواطنون هنا في الحديدة إلى انقشاع الإعلام وظلم 3 عقود من أزمنة الحكم العائلي لتحلق بهم اليوم أهداف الثورة إلى حياة كريمة ومواطنة متساوية. عبد الحفيظ الحطامي، قناة سهيل، مدينة الحديدة. كانت تلك مسيرة لأبناء محافظة الحديدة، أما في أبناء مدينة يريم فقد نفذوا عددا وقفة احتجاجية أمام مبنى النيابة ومحكمة يريم تنديدا بالاعتداء الذي قام به أبناء وكيل النيابة على أحد المواطنين وإطلاقه الرصاص الحي عليه، ما تسبب بنقل المجني عليه إلى المستشفى. وطلب المحتجون بإيقاف كافة أشكال الأعمال التعسفية والخارجة عن إطار القانون والدستور وتقديم الجاني إلى القضاء. ختامها الذي أقام مشترك الضالع فيها 400 الفقيد قاسم أحمد الذرحاني بحضور قيادات الصحية وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل نصر المسعدي. هكذا اكتظت قاعة المجمع الحكومي بالضالع تشهد حفل 400 رئيس اللقاء المشترك في المحافظة. الفقيد قاسم أحمد الذرحاني حضور رسمي وشعبي كبير. الدرحاني شخصية استثنائية، حقا لم يكون بها الزمان في كل الأوقات، ومثل طوال في نضاله وعطائه فارسا لم يتنجل عن صوب جواده، وخلال قرن من الزمن ظل حاضرا وفاعلا في قلب الأحداث وفي خضم التحولات الهائلة التي شهدها الوطن. وهنا في هذه القاعة التي تشهد اليوم احتفالية الوباء الأخير، كان قد وقف الفقيد يرحمه ليلقي كلمة المشترك أمام مسؤولي المحافظة بحفل تدشين الانتخابات الرئاسية التوافقية، مؤكدا استمرار الثورة السلمية حتى رحيل النظام بكل رموزه وحل القضية الجنوبية بما يرضي أبناء الجنوب. كان الذرحاني واحدا من أولئك الرعيل من المناضلين القابضين على جمر المبادئ حين كان زعماء الصدفة المصنوعين على عجل يتساقطون واحدا تلو الآخر، فيما وقف هو شامخا في وجه الأعاصير حين قذفت الرياح بالبعض من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. قيادات الحزب الاشتراكي اليمني قام القاع من بين الناس، كان بسيطا بساطة الأرض يعني، ولكنه في نفس الوقت كان قويا وصلتها وكانوا من أشجع الناس ومن القلائل الذين في الحزب الاشتراكي اليمني، لأنه كان مع تجربة الحزب يعني دينا في كثير من حسن حظ حرب 94 أنها خرجت كثير من الناس يعني بطيء الذي عاشوا مع الحزب دينا وسكانا مسترق حقنا خرجوا حرب 94. قيادات المشترك بالمحافظة هم أكثر شعورا بالمرارة والألم برحيل ربان سفينة ماهر ظل نضاله منصرفا عن همومه الخاصة إلى الهم الوطني وقضايا الناس. من المؤكد أنه حين تنتهي المصالح يذهب معها أصحابها ويبقى فقط أصحاب القيم والمبادئ والأخلاق، وتظهر معالم الرجال وتختبر العزائم والهمم، وتثبت الفقيد أنه من المعادن الأصيلة ومن أصحاب القيم العالية والرجال المبدئيين. الأستاذ قاسم الدرحاني كان أبا للجميع، كان قاسما مشتركا للجميع، لم يتعصب لرأي، لم يتخندق لرأي، لم يتخذ موقف عدائي من أي شخص، لم يتخذ موقف عدائي من أي حزب كان، ينظر إلى الجميع سواسي وكان يؤمن بالرأي والرأي الآخر. ترك الدرحاني رفاقه بوقت كانت البلاد بأشد الحاجة إليه، غير أن روحه ما تزال تحلق بيننا لتسأل عن الحلم الجميل الذي ناضله ورفاقه وهم ينشدون يمن أفدى الراحل عمره مناضلا لأجله. نصر المسعدي، قناة سهيل، محافظة الضالع. في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز العناوين.
مهاتير محمد في صنعاء لتقديم استشارات للنهوض باقتصاد اليمن. أبين اللجان الشعبية تحضر عملية انتحارية لأنصار الشريعة. حملة إغاثة والحديدة تغرق في بحر الظلام. أعزائي المشاهدين، لكم مني كل المنى، دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.